كلام خفيف اليوم بين الاستاذ عبد الله اسماعيل الاستاذ نفسي حاج عبد الله اسماعيل عن الاحتفالات قبل والاحتفالات هالفترة. طبعا الاحتفالات بمواليد اهل البيت عليهم السلام في الزمن القديم بلا شك تختلف عن الاحتفالات في الوقت الحالي. تغير الظروف، تكنولوجيا، تفكير بعد تغير مال الناس. شلون كانت الاحتفالات قبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نحن في حياتنا وفي عقيدتنا مرتبطين بآل البيت عليهم السلام، وبالتالي نحن نفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم. ومن ضمن الاحتفال هو المشاركه بافراحهم الى احياء ونتمنى عليهم افضل الصلاه والسلام. طبعا في كل شيء في الحياه قابل للتغيير، ما في شيء مستقر. ظروف التغيير في الحياه تنعكس على الاشغال التي يمارسها الانسان. كانت الاحتفالات منذ يعني عندما كنا اطفال، كان المسجد هذا هو مسجد الشيخ احمد هو الاغلب اللي يعني كانت تقام فيه الاحتفالات. اغلب الاحتفالات في الشيخ احمد. وكانت المشاركه يعني في الاغلب من الشباب. الاطفال كان عددهم قليل، الشيوخ او الكبار السن ايضا عددهم قليل. الاحتفال باحتفال يكون عباره عن مجموعه كلمات افراد تكون كلمات بالمناسبه و بمناسبه اي مناسبه كانت مؤيده. فبالتالي كان الاحتفال متواضع وبسيط. ايضا نلاحظ ان عندنا هنا المأكولات انتشرت بسرعه كبيره جدا وبكميات هائله. قياسا الى الاحتفالات بالسابق لم يكن المشروع عباره عن توزيع جلاسات شربت. وفي بعض الابيات حبيت اقولها تتعلق بالطبق نفسه. اول الامر ابتداء في الكلام لكم اجمل تحيه وسلام مولد الطهر الذي خير انا. بالنسبه الى الطبق لو عندنا طبق المولد على حب النبي شارك الناس وقم في ادبي شارك الامه في افراحها بارك الناس بميلاد النبي انك ان تجدني فرحا لا عجب مولد الطهر كريم النسب مولد المختار سيد المرسلين هذا خير الناس أما وأبي عاشر الناس بحب وأدب وتمثل دوم أخلاق النبي. طبعا الحكمة من الاحتفال هو أخذ دروس، وغالبا ما تكون الدروس يفضل أن تكون دروس سلوكية تتمثل فيها الأخلاقيات والصفات الحميدة. ف سواء كان فيما يتعلق بالنظافه، يتعلق بالمأكولات، يتعلق باي جانب سلوكي، لان انعكاس المناسبه اذا ما تنعكس على السلوك فانا طبعا تكون تبقى مناسبه له. صحيح، احسنت استاذي، يعطيك العافيه. طبعا تعودنا على اشعار استاذ عباس، اشعار تظهر فيها الحب، تظهر فيها الولاء لاهل البيت عليهم السلام. احسنت، بارك الله فيك استاذ. استاذ الحسين، الاحتفالات في الزمن الماضي بلا شك تختلف عن الحين. نعم. وش الاشياء الحلوه الجميله اللي كنتم تعيشونها في الزمن الماضي والحين تقريبا اختفت؟ اولا بالنسبه ل ولهذا احنا نقول نتكلم يعني بالنسبه للاحتفالات في الزمن الماضي يعني تقتصر فقط
هو في مآتم البقاء في المآتم يعني كل ما كان والدي على الخطوط على الخطوط ما بين اثنين هذول معروفين وقد انضفين بعض المآتم ما كان بيت حسن علي وما كان بيت اللي هو بالكاظم هذا الاحتفال حتى هم الان حتى في معتهم لا زالت اي نقطه عندهم ما تنازلوا عنها اللي هي انهم يقيمون وين احتفال قراءه المولد يعني قراءه مولد النبي قراءه مولد العبد الحسين قراءتهم فقط موجوده غيرها عندهم يحضرون الناس الموجوده بعدين عقب فتره يعني حينما اشتد عود الحب اللي هي الجمعيه الحسينيه عندما اشتد عود بدات في بدايه قبل ان يصير القضاء صارت بدات وين اللي هي الاحتفالات في البدايه بعد ايضا كانت وين مختصره قبل ما تصير في تنوع في مناطق معينه او قبل القضاء بعد احنا نقول نتكلم قبل ما يكون كانت اول شيء في البدايه في الجمعيه ثم يبقي انهم نظروا على اساس انه ايضا تعطى للمآتم الاخرى دور فاساس انه يتكفل هذا المآتم بالاحتفال والاحتفال هنا ليس فقط قراءه المولد وان كان من بينه وين فقره من الفقرات قراءه المولد يعني على الرغم حتى لا يخرج هذا النطق عن وين عن السابق عن يخرج منه فأيضا يجعلون فقرة وقد تكون نهاية الفقرة قبل الدعاء كان يخلون عندهم اللي هو وين قراءة الواقع يحل المولد تقول ان يظل في قراءة المولد المهم كانت عندهم مولود يعني بل عندهم قسم من الناس قراءة المولد قراءة المولد يقرأ المولد أول في البداية في الجمعية ثم وين انتقلت إلى هذه انتقلت هي الوين إلى أن ارتأت يسمون المنظر المآتم قبل ما تكون الجمعية موجودة جماعة لا مآتم كتبت أنا موجود بس بس قراءة قراءة بس اللي هو المولد العادي في المآتم بس ما صارت الاحتفالات العامة الاحتفالات اللي هي الموجودة كامل بما فيها المقالب الشعراء ما الشعراء تلقاك من تبنية بالنسبة إلى بالنسبة للمولد اللي هذا موجود عندنا في وين في المآتم قبل الجمعية 100% الاحتفال لكن ما في عندنا تعال أخرى وين في بيت وبدأت وين أول من بدأ قبل ما تبدأ الجمعية ابتدأ ماتم بالمبدأ يعني قرروا على صار في ماتم بيت من كارو يعني دخل الاحتفال أول ما دخلت الاحتفالات الشعرية وما شاركت أنا فيها اللي هو وين بات وتالق على البيتين وكان نحضر شيء حتى نقول الفرح والشوق عن هالاحتفال بس أسف كثرة حضوره للأطفال كل من ينادون وين الدفتران بين الدفتران بعدين هذه موجودة حينما صارت تولت الجمعية في البداية أيضا صار الاحتفال في الجمعية فقط ثم بدأت وين تنتقل الاحتفال من منطقة إلى منطقة على أساس حتى تكون تشارك اللي هو وين اللي هو جميع المآتم يشاركون في وين فمثلا قد يكون مولد الإمام الأعلى المنادي يعتل البيت إسماعيل فهذا يعطونا الإمام على يكون مات البيت مدن فبداية التغيير كانت مواطن أو كارو في بداية التغيير لكن مو على الجمعية وإنما بدأ وين الاحتفال موجود لكن في بداية وحينما صارت الجمعية في البداية اكتفت مدينة المنتقلة إلى اللي هو المآتم مآتم القرية في كل مرة يأخذون يعني مأتم من المولد من موالد أهل البيت ويقيمونه في وين في مأتم من مآتم القرية بعدين عندنا احنا وين ثم جاء بعد ذلك اللي هو التطور الموجود الآن فصار عندنا الطبق فجعلوا له الطبق هذا اليوم طبق الطبق وهي الطبق اللي دفع عندنا الرسميين ثلاثة الرسمة عندنا ثلاثة أول شيء النبوي ثم عندنا اللي هو ما دوي ثم وين بس هذه الفكرة اللي طلعوها عزيز بن خاتم والجماعة
وحلمهم الجماعة والقدر. فهذا الآن جدا فصار هذا الجمال ما في شك على أنهم بهجة في اعتبار بالموارد على الخطوط الرئيسية، لأن دولة على دولتنا أساس، النبي أساس، وليس على اختار مثلا إيمان قطعة مثلا أو تكون وإنما الأساس يعني عندما ننكر الهدف أن تكون فهو أساس. أيضا وين الأهل هو الإمام العجل اللي عبد أيضا هو أساس، ولهذا وين ولهذا الاحتفالات فصلوها الرسميين على هذا على أساس هذه التصرفات، لأنه قد تكون عندنا مثلا بقية لو كنا بس النبي الواحد يمكن يقول قبل احتفالات ما كنا بهم، لكن احتفال الغزير واحتفال المغربي هذا صار عندنا وين فإذاً هذه على أساس أن النبي هو المؤسس، ثم جاء المهدي على أساس أنه في آخر الزمان هذا الاحتفال ونحن ننتظر طلعته الرشيدة، ثم جاء الفارق الكبير الأول إلا هو البيعة الكبرى في يوم عيد الغدير الذي يمثل في الزمان. هاي الاحتفال هذا جدا رائع وتفوق كان موجود على فكرة، ولكن قرية المهاجرات بدون شيء تميزت عن بقية المدن. بس يقولون الفكرة كانت مأخوذة من المنام يعني. على دولتنا ويقولوا عظيم وصار عند العظيم صار التفوق الأستاذ على وين؟ على أقول التربية التلميذ على فتفوقت بهذا التنظيم الرائع، هذا التنظيم الموجود يعني ما كان على متى كان بداية الطلبة السابق؟ بداية الطلبة والله أنا يعني لحد الحين يعني ما أدري بأي سنة بعيد واجد يعني لا يعني يمكن نرجع 10 سنوات أو أكثر أو أكثر هذه الموجودة طريق الجلال 10 سنوات لو أولاً تفقدون الطلبة هذا ما يجوز أكثر دور إليها على فكرة أنا أحب أن يكون الآن ليس يعني تقريبا العدد اللي يدور من برا قليل، لأن خلاص انتقلت هذه الفكرة في مناطق البحرين كلها. الجماعة تقدر على خير. لما كان أول ما بدأت الفكرة السيارات تصل يقول الخميس يقول بلدان 94 يقول بلدان الطوارئ. يقول كان عند شيخ احمد يونس خميس 97 يقول وطن تتاسس سنه 97 طبعا كلامي انه كان في البدايه يعني الان احنا قد تكون الان احنا يمكن الى الا عدد قليل جدا يجي المنقذ الاول الان السيارات تصل الى خليل الشعب ما شاء الله يعني قبل كان في حضور واسع لأنه كانت بداية على الخطوط في منطقتنا في البداية وبعض شيء مختلف يعني مختلف نوع إدارة أو بعدين عقب يعني حينما صارت الفكرة جيدة أنت تعرف وهذا إحنا نقول حبتها ما نقول إحنا لازم إحنا لوين بس تعودت الليلة والظهر إلى خلها تنتشر هاي الفكرة في مونة حتى في أقل تربة في أي منطقة ليش تنتشر هاي الفكرة حتى حتى ما نرسخ هذه الفكرة تنفيذ كبيرة على أن هؤلاء هاي المناطق الموجودة ما في المواد لأهل البيت أيضا نعم وعلى الرغم من هذا لكن هناك أيضا بعض يعني الخارج يعني في أيام مو على الأيام الأساس النبي محمد الإمام علي والحجة أستاذ عباس في ناس عاشت الاحتفالات مال الزمن القديم والاحتفالات مال الزمن ناس تقول الاحتفالات مال الزمن كان أحسن أطهار الله حتى لو متواضع بس بعد فيها جو حليل وناس تقول لا الحين اكو مظاهر وناس واجد الشارع زين والحين احسن انت وش رايك يا استاذ عباس؟ بسم الله الرحمن الرحيم اولا اراد الناس تحسن
لو حاولت المقارنة بين قديم وحديث من ناحية الكم طبعاً يكون كم أفضل، من ناحية العدد أفضل، من ناحية الأداء المطلوب، لكن الجانب الروحي في القديم الاحتفالات القديمة أكثر من الجانب الروحي في الحاضر. الآن سلوكيات الناس مبطلة في السلوك، يعني الالتزام بالنظافة أو الالتزام ب بعدين الحمل، يعني الاحتفال إذا يعني الواحد يركز على المأكولات فعلى الأكل أكثر مما يركز على الجوانب الثانية. يعني التركيز الحين يمكن على طبعا هذا مو بهذا، هذا قد يعجب ناس قد ما يعجب ناس، لأن هذا اللي أقوله مجرد رأي، يعني ما يكمل إجابة، إنما يعني الإظهار البهجة الجديدة. يعني في انعكاسات إيجابية على سلوك الإنسان بدون أن يشعر، فهو هو بالحركة هذا مع الجماعة على الإنسان وهو يرى في الواقع، لكن بيني وبين نفسي عندي قناعة أنه مش اللي جابني، اللي جابني هو المناسبة. صحيح. وبالتالي هو ارتباط بالعقيدة، ارتباط بالعقيدة هذه الأهداف وهذه يعني الأهداف هذا الأمر أنا قبل أعقب على هذا بالنسبة، يعني ما كانت روحانية الأحتفال، أعقبت على الكلام السابق، ما كانت روحانية الاحتفالات السابقة، أكثر الأشياء التي كانت تروي هذه الاحتفالات تروي نعم فقط أكثر في الجوائز أصحاب الأعمال الكبيرة. يكون الطفل الصغير يجي غير في البداية ما يقدر إلا يكون بعدين قبل ما تطور، بس حينما دخلت الطفل فقال التطور ماله دخلت أتك إحنا أتك هذا اللي هو الطبق الاحتفال عندنا موجود في البداية. في البداية كان عندنا مثلا الاحتفال القصائد وغيره وهالشيء بالإضافة مثل المولد، وهذا المولد بعد ايضا دخلت من جملة وين ايضا حتى الكبار شاكر هذا، فصاروا بعد ايضا رفع مالك مالك كبارات دخلت فيها بعدين اللي هي المسرحية، دخلت فيها الاشياء الموجودة، وهذه توصل وين هي المسرحية الموجودة ايضا تشبه لها الشباب الموجودين اللي يشوفوا الواقع موجود عندنا. هذا التنوع الموجود يعني الكبير عند أخر عند المولد هي ولو هي فترة بسيطة يسمعها، عند أيضا يسمع شعراء أهل البيت قاعدين يتنوعون. ثم إحنا أنا بديت وين أنا بالنسبة لي بدأت نوعية جديدة من الاحتفالات حينما فوت أيضا عريف مال وين عريف مال وين. هذه العرافة الموجودة كانت أيضا بالشعر، يعني أنا ما شاركت كشاعر بهذه الأيام، وإنما شاركت كعريف، ولكن وين أقدم الشعراء وأصحاب الأدب، وأقدم أيضا وين وأقدم أيضا بقية فقرات الحد كلها بالشعر. فهي أيضا نوع من يعني كل مرة ندعم في شيء موجود على أساس أن هذا الاحتفال يعطي على نكهة جديدة لهذا الوقت وفيه تشويق للناس الآخرين. إيه أما أنا أقول على أنه في الأول إذا لا في يمكن أكثر من يرتاح لهذه بهم إنسان كبار وأعلمون إلا ما عجبه الاستوامة أقول ممكن بعد يسمع ما هو إذا بس إن الله في الاحتفالات اللي عشتونا قبل
بالاعتبارات اللي تكون قبل اكيد عشتوا مواقف خفيفه، مواقف لطيفه، مواقف يمكن مضحكه للحين ما نسيتوها. وايش من مواقف للحين فضلتوا تتذكرونها من قبل؟ ممكن مواقف مضحكه، مواقف خفيفه كذي للحين فضلتوا. استاذ حسين، استاذ عبد الله، استاذ عباس، مواقف حسب الكلام اللي قلته. اليوم انا اجي مثلا انا يا عمي قضاء اشتغل وانشغل وانا مدرس وانا غير موجوده وحاسبين علي وين انا بأكمل القصيده. اجي وين يعني عندي موجود اقول او يطلع علي شيء لان انا المسؤول مسؤول فيها. ادخل على ذا اقول شكرا على التقصير او غيره واجي وين ما كملت القصيده الموجوده كامل عندي. هذه يعني من الساعة من ساعات والاحتفال تنسى باقي القصيدة؟ لا مو كاملة على نقصان القصيدة أدخلها ميل كميل ميل قصيدة ميل يعني شو غير موجود. وفي هذه أيضا المشاركات أنا أحمد الله سبحانه وتعالى. ما أدري أحد الغرفان لا أعرفه نسيته ولكنه هو أول من أطلق علي شاعر أهل أهل البيت. اللهم صل وسلم على محمد. بعدين أقول شنو شاعر أهل البيت. بعدين أنا بعد قرأت حديث للإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول حينما جاء واحد قال أسأل اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته قال ولماذا ظلمتنا يا فلان؟ ولماذا نبتنا يا فلان؟ قلت قال اهل البيت هم الخمسه. فاذا انت قلت لي شاهدات اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته احنا ما صلينا دور. فلكن قال عدل وجه نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. بجيب صلوات واحدة. استاذ عبد الحسين نعطي حج عبد الله اسماعيل الفرصة اول ونرجع لك بعدين تقول لنا ابياتك الشعرية. طبعا الحاج عبد الله اسماعيل نحن في الجلوات يمكن لو واحد يمشي بعيد ويسمع اللحن على طول يجي في باله من هو؟ حج عبد الله اسماعيل البحري هو اللي قاعد يقول الجلوات. حج عبد الله اسماعيل وايش عندك من جلوات لليله اليوم على حب النبي محمد؟ اللهم صل نهنئكم بمولد الرسول الاكرم والله يعودنا وياكم جميعا. وانا اتذكر اني في سنه 1994 صورت الاحتفال اذا كان في 94 انا صور الفيديو حلو عند ايمن. مطالب ايمن ربيع مطالب يطلع الفيديو. كان السمر الى بيت محمد العمار. هنا في وسط اللهم صل على الرسول محمد وآل محمد بأبي أمي أنت يا خير الدعاء وصلاة ربي والسلام عطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبر لك يا رسول الله صدق محبة فاضت محبة كل من على والنجم طالب قال تعالى دمار ويجينا كفاحة كربلاء ويجينا كفاحة كربلاء تعالى حكم علي
يدعو الاستاذ عبد الحسين بكل الخير، يقول لي ان شاء الله تروح كربلاء كل عام. التقيت ويا في كربلاء وهذا لازم فيه. زين. صلوات جوله. ها. عبد الحسين معروف بشعره الولائي لاهل البيت، وكما قال سماه احد العرفاء بشاعر اهل البيت. نسمع شعر أستاذ عبد الحسين شاعر. انا جايب الصلوات ما جايب قصيده. وهذه على فكره احنا تلاحظون انها ترى مولد الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام مع رسول الله ما جاءت باطن، وكانما الامام الصادق هو مكمل لمنهج جده محمد صلى الله عليه واله، هو ابتدا وهذا وين اكمل. هلال ربيع للعوالم أبرقا عليكم سنا نور الأحبة أشرقوا بمولد طه المصطفى وحفيده بكل نفيس خالق الكون أغدقا فكم نعمة حلت على غيرها وكم ذي ضلال من لظى الناس عتقا وكم ظلمة رفت بنور محمد ومن جعفر فكر العقيدة أرقى. صلي على محمد وآل محمد. بعد واحدة بنيت بقلبي للأحبة مسجدا وصوتا بعد محمد ونورا لهم كالصلوات تجسدا إذا مس التاريخ يوما بذكر تخر له أعضاء قلبي سجدا فكل حبيب من محبة دونه وكل سلام يخبو إذا نورهم بدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا سألتكم قلت لكم أكيد عشتون مواقف قبل مواقف الاحتفالات، قلتلكم حضرتون سنين تحضرون احتفالات أكيد في يوم من الأيام احتفال بالاحتفالات تنظيم التنظيمات في الاحتفالات صار شيء منفرد صار شيء يضحك صار شيء موقف خفيف كذي ما تذكرون تظلكم شيء من هالمواقف ما لها لا أتذكر دائما في أي مناسبة تكون احتفال بعيد ميلاد أهل الأنباء لابد أن تكون في كلمة عن سيرة الإمام الذاتية مولده نشأته أعماله فترة إمامته، فبالتالي هناك قد يحدث في الكلمة هذه بعض الأخطاء فيطلع واحد من الجمهور يرد عليه في نفس الوقت وقد تكون هاي الشخصية لا تتقبل الأحيان في تتقبل الآن لا يكون في تتقبل.
إذا في مواقف للكين ببالكم تتذكرونها من ذيك الأيام في الاحتفالات صار الحسين يعني خلي يكون بس احنا ما عرفنا يعني انا جيت يعني على اساس عندي فكره معينه بس عن بس التطور ما تطور وغيره واللي كان على الاقل اتذكر بعض الاشياء اكيد ما في شك يعني هالفتره الطويله بدون مواقف يعني شوي ما من الحرجه وخلاتي قد تكون وين محرجه يعني مضحكه شويه قد تكون واحد موجود اداء على احنا مثلا واحد الانسان يجي هذا قد يكون غيره ويجي او في مثلا قد يكون مثلا يجي لوين يصير له ضغط معين ومعتمدين عليه ويجي لوين يقول له بعد كم تاخر لك شوي كانت يقول لي كم تاخر لك شوي مع الشعر هذا صار نظام يا جماعه الخير انا ما زاد علي لا لا صار لك خير ما عندك من كمية تبعك كبار هذول يقولوا لنا ما عندكم مهتمين بالموعد الدنيا ابن الحلال برضه كذي كذي ابدا ما في ما لا لا ما ما في عندي ما في ما في يقول لك لا انت ليش تاخر؟ احنا قاعد ننتظرك وغيره هالشكل خلينا لك واحد قدامك قصه مكانك انا عم اشارك